ما حكم صلاة الرجل في الطابق الأول وهو يرى الإمام والمصلين في الأسفل؟ إذا كان معه أحد فلا بأس، صلي بالدور الثاني أو بالسطح إذا صار معه أحد، ولو لم يرى الإمام ما دام أنه في المسجد ما يشترط رؤية الإمام، إذا كان يسمع صوت الإمام ومعه ناس صافين معه لا بأس. وإن كان الأولى والأفضل أنه يصير مع الناس ويتتصل الصفوف، لكن لو فعل هذا وصلى هو ناس معه الدور الثاني أو الدور أو السطح معه ناس صف على الأقل اثنان فأكثر لا بأس بذلك.